رجعنا لكم انت والمجرد. وكتوا باش نلعبوا على 100 النقطه. رجعنا للاسئله. كل سؤال اسماعيل عامل جو سونيا وحده هذاك. ها في عاش في المول نتاعو. عجبته الغنيه برمو. حسب رايك شنو تنجم تكون الغنيه اللي عجبته هكا؟ حاجه فيها حب. ايوه اجبد. اسمعني نفس الاغنيه ابارامون باش تولي لنا بواطه لهنا. هو كيف هشتها؟ اي ناقص كي ناخذ عليهم اسامه تو. باهي اسمعني خليهم هما كيكه واحنا نكملوا نسالوا على رواحنا. ايوه داير. خلي السؤال باش يمشي تو في الاغنيه شويه. السؤال يقول اول مره شفت فيها راجلك اكرام ناديا سونيا. اول مره شفت فيها راجلك شنو هي الغنيه اللي تنجم توصف بها عينيه؟ البوزيسيون الاولى الاقتراح الاول الغنيه هذه اللي رايحه واللي جايه وتقابل بيا تنسى بيا وانا واقفه وشايفه ده بعينيا ليه شايف نفسك ليه عينيك شايفه رايحه جايه تقبل دي وتنسى دي معناتها عينيه بزنسو اي عينيه تلعب. الاقتراح الثاني بعينك كتالة 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 خلت قلبي في حالة في حالة في حالة معناتها سحرك بعينيها عينيها تسحر. الاقتراح الثالث داخل يبصر لي داخل يبصر لي خارج يبصر لي معناتها عينيه يخوفه. عينيه يخوفه معناتها؟ اي معناتها اللي يستنى فيك يخوف. في بالي الداخل يغزر لي خارج يغزر لي. معناتها هو انتيغيسي بيا. معناتها هو الانتيغيسي. ربي يستر من هالليله. معناتها شيء يخوف. نبدا معاك انت سونيا. حطوا الاولى. الاولى. معناتها عينيه يلعبوا بزنس. ليه مش بزنس حبيبي. عاد الأولى قلنا عيني ما عينيه يلعبوا معناتها السونس بزنس شوية عينيك كذابية كلي موش بزنس موش دوك مش الأولى أي مش الأولى أنت قلت لي الأولى راسك أي ما أنا قاعد فيها نسهل باهي سينو الثانية يسحر بعينيه والثالثة ربي يستر الثالثة الثالثة داخل يغزر لي خارج يغزر لي ربي يستر دوك قايد لنا ربي يستر ناديا فهمت ساعة باش نحكي حكاية خاطر قريبة شوية من الأغنية الأولى ما مش معناتها هذيك تبيعته هو فهمت احكي لنا الأغنية الأولانية أنا ساعة احنا معرسين مش أول رونكونتر نبداو في الكهرباء ماشيين يرى الطفلة يقعد يطبحها من الروتروفيزور يخزر يمين يخزر يسار وبعد يرجع يتلفت لي مروان يقول لي ما تلومش عليا لا غير بس نست فركس على مرا برر لكن هو بزنس أما مش بزنس معناتها باش تقولوا عينه على اللي رايحة واللي جاية عينك على اللي رايحة على اللي جاية والله أما هو ما حبش يقول لك زعما والله إكرام أنت بالنسبة ليك يغزر هي اللي ضيعنا شوية عين خاطر في أول رونكونتر قلت معناتها كان جيت في الطبيعة العادية نادي وين نمشيو؟ عينك على اللي رايحة على اللي جاي ننصحك كراو قد شعر في النار ولا شنو؟ والله اللي خطر ما عنديش تفسير آخر أمان ما مش معناتها هو هكيكة معناتها عندي فيه كونفيونس الحق معناتها جست دوك نمشيو في الأولى عينيه تلعب فين يا عينيه يسحروا أنت قلت المرة الأولى مرة الأولى دور لك رزين دوك ما نتخيلش قلت عينيه يسحر أما مش قاعد أمام مش قاعد يخزر العباد معناتها مركز معايا مش دوك أعطينا ريبونس فين نمشيو؟ برا نحطوا عينك على اللي رايحة على اللي جاية كان جات كان مشيت دونك اللي هي عينك عينيها تبزنس به اكتب لنا العينين تبزنس اكرام داخل يغزر لي خارج يغزر لي داخل يغزر لي خارج يغزر لي خاطر اللي عرفته اول مره هو داخل يغزر خارج يغزر ربي يستر ربي يستر عندنا لي ريبونس نتاعنا نرجعوا رجال ونشوفوا كان يجاوبوا كيف كيف يلا الاولاد كنا مع نساكم وسالنا سؤال خليني نذكركم اللي تو قاعدين نلعبوا على 100 النقطة كل سؤال فيه 50 نقطة، السؤال هذا 50 نقطة. اسماعيل رمزي أسامة سألنا نساكم سؤال قلنا أول ما شفت راجلك أول ما غزرت لعينيك أول كونتاكت فيزيوال شنو هي الغنية اللي تنجم تمشي مع عينين راجلك؟ أعطيناهم الاقتراحات. الاقتراح الثاني اسماعيل بعينك كتالة 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 خلت
الاقتراح الثالث داخل يبصر لي خارج يبصر لي خلنا نفسر لك شنو نقصدوا بهم كي حطينا الغنايه هذوما. الغنايه الاولى يعني اول حاجه شفتها في عينيك شفت عينيك تلعب عينيك تتبزنيس. الاقتراح الثاني عينيك تسحر سحرتها بعينيك. الاقتراح الثالث داخل يغزر لي خارج يغزر لي ربي يستر ربي يستر حاجه تخوف. جاوب معناتها نورمال. الثانيه ها الثانيه الثانيه عينيك تسحر. حسب رايك هذا شنو جاوبت سونيا؟ عينيك تسحر ها؟ هادو غنيت الدخله مش غنيت الدخله عمالها تسحل عينيك. لا لا لا, لا, لا. يوم العوين الزرق. يوم العوين الزرق نفس ال تورا جاوبت الثاني. متاكد برشا اسماعيل. ايه سونيا ورينا شنو مكتوب في الاردوازه. وري مقابلك. يا ربي يستر الثالثه. الغزر اللي غالب يغزر لي شبيك يا ما يغزر لك برا ما ما سحركش. ما سحرتكش. انت حبيت تجاوب اللي انت سحرتها. ما عرفت تحبني خلت لازم تكون مسحوره بيا. اما خير كي تحبك وهي مش مسحوره ولا؟ لا مسحوره بالبوتي نتاعي. تعجبني. تعجبني. ما خلناش ما نقولوا معاه. والله غلى عليكم الخبز. ما يخلينا شيء. يا ولدي قول لك حاجه ولا واحد يكور معاه اسماعيل. ولا واحد يكور. برو. والله غلى عليكم الخبز. رمزي. كان عندي شويه وقت نحكي لك انا وقت اللي مشيت اول مره معناها على اساس باش نصلح الماكينه نتاع خياطه وهي باش تجيب حاجه نشربها ولا باش تجيب لي حاجه نشربها وباش نشوفها وتشوفني كوا. وهي في الوقت هذاك تتفرج في السيري ما عرفش شنو المسلسل تتفرج فيه. وبسيف عليها ماشيه معناها نصور ما ركزتش مع الاحتمالات هذوما باش نبقى شانس شنو اختارت دوك كنت شانس الثالثه هكا الثالثه اللي هي ربي يستر ربي يستر خاطر الكوا هي معناها فاهمه تام شويه جاي ومدا شنو ربي يستر انا نوحل فيه ولا حاجه كيما هكا ماشي جا ورينا شنو مكتوب في الاردواز هو كان زاد خابم شويه عينيه بزنس كان زاد خابم شويه اللي توصلهم بالروتروفيزور نتاع الكهرباء وانت تثبت يمين ويسار هذاك بعد محصول اي عينك عينك على اللي رايحه واللي جايه انت كي خمرتك تذكر فما منها رمزي الغزره كتب لها السوق في الروتروفيزور وعلى اليمين وعلى اليسار انا عرست ب 35 ايه بون كي تحسبها واحد ما عنده حتى شيء وقرا وخدم وباش خلات تعمل حاجه وباش يعرس معناها لوجيك في ترانساك ماهيش حاجه غريبه اما 35 سنه وانا نلوش من جهه ولا نجي باش نلقى واحد باش نحبس غادي ريفلكس ولا كمل ضيعت الشانس بالحكايه صار اكثر اجابه بيزار سمعتها معناتها باش تبرر علاش راجل يغزر وهو يسوق معناتها لا مش حتى يغزر كهو معناتها من الكهرباء متعدي معناتها هي يفوت بالكهرباء يكمل مرة روتروفيزور يتعدى له ثبت معناتها الاخر لا يشيحها خلينا نقول يشيحها بعينيه يسالنا عليها يسالنا عليها لا الفايده في كلتي نشيحها نشيحها ونرجع يا الله يا الله المهم يرجع المهم قاعد المهم يرجع قاعد كبر فين روحك لا لا تفديك ما عندناش الحكايه هذه معناتها جوج بتفديك كل شايره عندي ثقه فيه وعنده ثقه فيه لا تفديك تفديك نيدا كيف ستو نتاع لا باش نوضحوا هما شو يقولوا؟ ايه يقولوا المتهم بلي حتى تثبت يدين انا ما دام نسالك ما تعرفش عند فما ولا ما فماش مازال ما تلقاش منين تشدوا يظهر لي رمزي انت الليله ماكش باش تبيت في الدار يظهر لي نحكي بشويه خبره والمفاتح عندي والمفاتح عندي معلم البيت في الفجه او توكا الريبونس مش هي غلطه غلطه نقعدوا في ال 40 ما تزيد حتى نقطه نمشيو لاسامه واكرام حسب رايك اسامه اكرام انا هي الغنيه اللي تنجم توصف بها عينيك اول ما شفتهم ثالثه داخل يخزر لي يرجع يخزر خارج يخزر لي هكا ولا هكا ذاك شنو صار ديما نخسر اكرام ورينا شنو كتبت لنا في الاردواز داخل يخزر لي داخل يخزر لي خارج يخزر لي خارج يخزر لي داخل يخزر لي الكوب من بيك اكرام واسامه يوليو في التسعين ويبعدوا شويه على لدي زوج كوب 90 40 20 توا باش نقربوا نتعدى السؤال اللي بعده 50 نقطه كيف كيف يلا
كيف كيف نلعبوا على 50 نقطة. اسماعيل تنجم ترجع في الطرح بالسؤال هذايا، رمزي كيف كيف تنجم ترجع ايجاليتي مع أسامة، وأسامة تنجم تجي تهرب على الجماعة. السؤال: أخيب كوشمار بالنسبة لمرتك أنك تتقمص وتعيش الدور نتاع، باش نعطيكم اقتراحات. لعبها عنتر ديما تعب ديما مبيل، عنتر برا امل في الدار ديما مبيل ديما تعب. عنتر عتريس عتريس، اكتب لنا عتريس. رمزي الثالث الثالث، اخي بسيناريو بالنسبه لها انك انت تبدا تشبرش لبرا وفي الدار ما فهمش اي ديما تعب، نتعاون. اذا كان باش تركز بلغه خدمتي وتعب باش تختار الشانس هذه، مع ان لا علاقه باختياري انا بال ما نعرفوش عليك كيفاش باش تركز. انت حسب رايك اعطينا جواب. الثالث باه، دوك اكتب لنا عنتر. عنتر اي. اسامه وين كل ما نحب نكبس هي ترخف. هذاك اخيب سيناريو بالنسبه لها. اخي تكبس فيا، ها ديما عندها يا اخي تكبس فيا. وانت كي تقول لك يا اخي تكبس فيا شنو الرياكسيون تاعك؟ ترخ. لا لا ما نركش. زيد تنزل؟ ننزل. ما توفيش الحكايه معناتها. ديما كيك. دوك هي بالنسبه لها شنو ينجم يكون اخيب سيناريو؟ انك تولي سي السيد. سي السيد. باه اكتب لنا سي السيد. عندنا لي ريبونس نتاعنا، نرجعوا نساو ونشوفوا شنو باش يجاوبوا. يلا. البنات كنا مع رجالكم وسالناهم سؤال، انتم تو الاوبجيكتيف انكم تجاوبوا نفس الحاجه اللي جاوبها رجلكم. السؤال سونيا اكرام ناديه، قلنا لهم بالنسبه لكم اخيب سيناريو لنسيكم، دوك نسالكم انتم نسي. اخيب سيناريو بالنسبه ليك انه راجلك يتقمص الشخصيه ويعيش الدور، معناتها يولي لك في الدار. اعطيكم الاقتراحات. كيما عنتر، معناتها البرا يشبرش ولعبها عنتر، والداخل في الدار ديما تعب وديما ما فما شيء وديما ماهوش لهنا وديما لا يعاون لحد شيء. نبدا بسونيا. الثانية الغيرة دوك. هذا أخي بسيناريو بالنسبة ليك. إسماعيل ورينا الأردوال شنو مكتوب. برافو. الغيرة بون ريبونس. عتريس. وتوليوا في السبعين، تخلطوا شوية على إكرام وأسامة. نادية يمكن الثالث ما يعجبنيش. ثالث ايه اللي هو تبرش البرا ويروح للدار ديما تعب ومبين. وش بيك شديت راسك يا رمزي؟ ورينا الأردواز يا رمزي. يا رمزي ورينا الأردواز. فهمتك بين واش قلت لك مش مهم شنو الأصل شنو، أما المهم شنو بتختار. هز الأردواز. عن اللي عنده وبيتمشى وبيتغنى.
50 النقطة يزيدوا كيف كيف. خاطر قريبة للواقع شوية الحكاية، هو يخدم في الفلاحة. شغلك أنا يروح برا يبدا يحكي مع الخدامة وكل شيء، يروح للدار أه يظهر يا حزين ترزين أه درا شنو درا شنو، ديما تعب وباش نرقد وسيء. دوك هذاك أخي بسيناريو. حرام عليك ولا حرام عليك. تعرفوا عليها ديجا في الدار. واللي هو دوك فرما ماهوش ماهوش. أنا هنا جيت أحكي معايا شوية أنت تخرج أنا في الدار. كان معناها باش نختار بالحق معناها من طبعها. سي سيدة ما سي سيدة متاعك سي سيدة في حاجات سي سيدة بيه مسيطر أنا جا. لا والله في حاجات تخص الدار. لا والله أوتوكا 70-90 نمشيو لكرام وسامة باهي بين الغيرة هذيك وبين سي سيد. بين الغيرة وما بين سي سيد وشنو ناخذ؟ والله الأكثرية سي سيد يعمل اللي هو سي السيد وبدا يحكم وي ما انت ما تحملش كيف ما نحملش انا ما نحملش شكون يحكم فيا ويكبس معايا يكبسني ما نحبش يكبسني ابي شكون يكبسك لا نحكي هو بيولوجيك هو يكبسك ساعات لا ما يكبسنيش لا انا نكبسه ولا هو يكبسني اي يخرج عيني ورينا وش ما كيفاش خرج عينيك ورينا تكبست انا شو تحب تكبسني امشي نضال تحب تكبسني شو تحب تكبسني خليك في بالك يكبس فيا ورينا اسامه شو مكتوب في الاردوارز سي سيد نمشي كمان من الاسئله تو باش نرجعوا للالعاب والالعاب على 200 نقطه كل لعبه على 100 النقطة بعد التور هذايا نتاع الألعاب، الكوب اللي عنده أقل نقاط بعد الجو الثانية هو الكوب اللي يمشي غدرنا، نمشيو للجو تو سويت، يلا. نرجعوا للألعاب، دوك نساء هما اللي باش يلعبوا وأنتوما الرجال اللي باش تميزيو، اللعبة هذيا لعبناها قبل، نساكم باش يبداو عندهم زوز راكيتات في ايديهم، كور أمبيل هابطين من السماء من الفوق، وهما باش يبداو يصفقوا بالراكيتات، دوك يبداو يسكروا في الراكيت باش يفرقوا الأمبيل. في دقيقتين مرتك قديش تفلق من أمبولة اسماعيل؟ ستة طبعا نيش كيف ملاثناش بتاع قبيلة يا كان نطحنا للنص نطحنا للنص رمزي دو اثنين به اثنين قايدو اثنين أسامة أربعة أسامة من اللي هو المعروش لافونتاج على خطر يميزي الاخر ولا عنده لافونتاج خطر ولا يبلس روحه جيما ما بينزول اسماعيل نقعدوا في الستة رمزي نقعدوا في اثنين ثلاثة خلي ثلاثة ثلاثة كيف لما حالة أبقى في الأربعة قدر أن تفهم الأربعة فوق باه ثلاثة كنت حب ثلاثة بالعكس تصعبت على روحك وسامة نقعدوا في الأربعة اون فوا دو فوا تروا فوا عنا اللي ميزل تانا نجربوا نسيتوا سويت يلا البنات في ديكم كيف ما قلنا الراكتات لمبير بش يبدأوا هابتين من الفوق وانتوما تصفقوا بالراكيتات يلزمكم تفرقوا الامبيل لوبجيكتيف نتاع سونيا ستة لوبجيكتيف نتاعك انت نادية ثلاثة ولوبجيكتيف نتاعك اكرام أربعة حاضرين حاضرين يلا 3-2-1 تنجموا تبداو ارجع لهنا يا كرام هادي من نجم قول لي وين اي اي خليك سميش امبيل جايين دخل شوي طارق كرام يمينك رمزي تكلم يا فرشي ارجع يا كرام نوزت معاك
تسكن هبل ورا ورا هنا 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 ورا ورا ليدي ستاند خمسة أمبيل دوك لميات النقطة يمشيو عندي كبيرة المخزية معناتها وسامة ميات النقطة ليكم أنتوما جو ثاني احنا نلعبوا نفس اللعبة لا مش نفس اللعبة لعبة أخرى ونشوفوها تو سويت يلا على أربع شيرات نتعداو للجو اللي بعده الرجال هما اللي باش يلعبوا جو سهلة ياسر باش نحطوا لهم ليني ثنية نفخة واحدة يزمو ياخذ نفس نفخ بعد يمشي من الشيره الاخرى كيف كيف نفخه واحده بعد يمشي لليني اللي بعدها نتاع الشمع نفخه واحده بعد من الشيره الاخرى ينفخ نفخه واحده على الشمع دونك اربع مرات باش ينفخ على الشمع في 45 ثانيه راجل قديش يطفي من شمعه نبدا معاك انت سونيا اسماعيل تعرفوا عنده سوفل ولا اسماعيل عنده سوفل لما تو ما عادش نعرف شيء خمستاش نقيدوا 15 كيب الكور 30 عند كيب تريفل وسامة قديش ينفخ من شمعة قديش طفي من شمعة في 45 ثانية 25 به معناتها 25 كنت تقسم على 4 عندك قرابة 6 شمعات كل نفخة نعمل الدورة الثانية سونيا نقعدوا في 15 نادية 30 إكرام وواحد وثلاثين واحدة وثلاثين سونيا خليني فسر لك حاجة كان فما شكون يجيب لمئة النقطة ومش أنتي أنتي وإسماعيل باش تغادرونا باش توفى الميسيون بالنسبة لكم توفى تو نقعدوا في 15 علاش حالك وين 25 برا نقيدوا 25 عنا لي 3 ميز نتاعنا نجربوا الرجال شنو باش يعملوا توس في تشال اسماعيل عندك سوفل ولا ان شاء الله انا نكون عندي سوفل تجبد الهواء وعلى فرد نفس من الشيره هذه من الشيره الاخرى من الشيره الاخرى من الشيره الاخرى 25 شمعه هذا الاوبجيكتيف نتاعك في 45 ثانيه في 45 ثانيه بالضبط حاضر ان شاء الله يلا 3 2 1 عندك خذ النفس نتاعك ستوب علاش قلت لك خذ النفس نتاعك خذ النفس خذ النفس اجبد اجبد بكدي به به هذا به خذ النفس مازال عندك وقت مازال عندك وقت نجم يلا ايه زر عندي وقت نزلهم في كله ينجم حبيت ما ترجع اكثر نفس قديش فات من شمعة 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 لا ناقص واحد انا لا محسوبين 5 غادي 6 4 وزوز عندك ألف حق عندك ألف حق ستة قالوا لي عندك حق ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداش اثنين ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش ثمنتاش تسعتاش عشرين واحد وعشرين اثنين وعشرين ثلاثة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين
26 كل حد ما يعمل أكثر من 26 عندك أنت إن شاء الله لميت النقطة عندك أنت بتأكد مش يعمل دوا مش نجربه اللي بعده اللي هو رمزي رمزي إجا بحثين نجربه رمزي تسويت رمزي الأوبجيكتيف 5 شمعات أكثر من إسماعيل لما حارة هو إسماعيل طفى 26 كعبة دوك 30 هذا الأوبجيكتيف نتاعك حاضر هذا اللي باش نشوفوه 3 2 1 عندك توب كرونو يلا ومشيرة الأخرى يس أكاو نجمو تو نحيو الكرونو إجا بحذايا إجا بحذايا رمزي إجا بحذايا رمزي خلنا نبداو نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 جاد ترحو جاد ترحو أسامة لعبة عندك ينجم يقعد هو بمئة نقطة تنجم أنت تقلعهم لمئة النقطة نذكروا اللي حتى كان انت باش تتعدى كمان من التور اللي بعد متعدي اكثر او من بعد كان فما ايجاريتين منا ولا منا باش نرجعوا للي بوا دوك مهمين على الخ نجربوا اسامه تو سويت يلا 31 شمعه هذا الاوبجيكتيف نتاعك خرج الهواء مره برك كل نفخه مره برك تخرج الهواء امريكا حاضر حاضر يلا 3 2 1 توب كرونو عندك امشي جرينتا جرينتا تنين تنين مزيد والله اسمعني اكرام إكرام أبرامون ما في بلكشة ما يظهرني ما أخذ التنين مش يكونوا واضحين تنين يوفق ما شاء الله يظهر يظهرني نحسب قديش هم تسعة الخير هم 40 نحي منهم 4 36 ما تحسبش عن نفسك دوك ديجا سيء 36 ولهنا 40 نحي منهم 10 30 66 نشمعة تفايل يظهرلي يا يظهرلي أو بوسيم نعملو ما خير كيفاش عاودوها الجاهلية مستحيل برافو 100 نقطة يتزادولكم وتوليو 240 تهربوا بعيد 340 340 نقطة يظهرلي كيف كيف زاد ريكور في ال يظهرلي خليني نزيد نثبت أما ملي بدينا في الليميسيون هذيا ملي بدينا في الليميسيون هذايا اقوى سكور خلطنا بيه للفينال هو سكور نتاعكم 340 ريكورد في الليميسيون نتاعنا اسماعيل اجا بحذايا سونيا اجا بحذايا مالوغوزمون لافونتور تقف لهنا بالنسبه لكم حبيناكم برشا 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 من احلى لي كوبل اللي جاوا بحذانا لهنا ولا بالحق ما شاء الله عليكم ربي يفضلكم لبعضكم جيبونا ناس يعمرنا المره الجايه كيفاش؟ جيبونا ناس يعمرنا المره الجايه لا لا اسمعني بالحق راكم اولا مازلتوا دي جون و وليزيبخوف يظهر لي ما كانوش فيزيك برشا وما كنتوش معناتها بعاد برشا معناتها الكوب اللي بعدكم 90 20 نقطة بيناتكم كان تحبوا تسلموا على شكون تحيوا شكون سونيا عائلتنا الكل تسلموا عليهم الكل عائلتنا الكل اسماعيل نحب نسلم على العائلة الكل نسيب الكل وحومتي الكل وجاري عم عبد الله وخويا نشكو كي خويا
الله يرحمه توفى ولتحمتنا عزوز من ملسي. الله يرحمه وينامه. الله يرحمه توفى كيف كل تاع ملسي. شرفتونا وفرحنا ياسر جيتوا بحذانا ما شاء الله عليكم ميرسي بوكو سيدنا باي باي. بارك الله فيك اسماعيل باي باي. بون بليزير اللي سجلت معك. يعايشك ميرسي بليزير بارتاجي ولا اسماعيل يعايشكم. عندنا ليدر فيناليست نتاعنا أسامة وإكرام رمزي ونادى نمشيو معاهم تو سويت للفينال يلا. هذه آخر جو باش تعملوها، الجو هذايا كيف ما العادة وكيف ما ريتو في ليزيميسيون الآخرين باش تربحكم 15 ثانية. 15 ثانية في ليبخوف فينال نتاع الأسئلة. ونذكروا ورينا برشا مرات لكل سكوندة بحسابها من بعد. مش كيف ما عندك دقيقة باش تجاوب على أسئلة كيف ما عندك 45 ثانية. 15 ثانية باش تلعبوا عليها تو. الجو هذايا سهلة ياسر. عندكم الصاروخ هذايا. تحطوه في النار. الباب نتاعو تشعل شوية. دوما تشعل البونتا بتشدوا الصاروخ تختاروا منين بتشدوه، تختار تنجم تكون شدة منه، تنجم تكون شدة منه، تشوكو هكا النار تطلع فيسع، تنجم، المهم، كل واحد باش يختار كيفاش يشد الصاروخ. كي تولي ما عادش تنجم تشد الصاروخ على خاطر النار قربت لك، ماكش تخلي روحك تتحرق باش تسيب الصاروخ. ماني سايب قبل يخسر. اللي باش يسيب قبل يخسر. وإذا كان طفى. ما يلزموش يطفى، يطفى تخسر. ساشوك كان باش تخليها هكا نجم يطفى يلزمك ساعات تعملو هكا باش تعاود ترجع النار الفوق اتسيتيغا واضح؟ واضح لهنا إكرام أسامة أنتوما اللي عندكم أكثر نقاط نبدا معاكم أنتوما شكون باش يشد الصاروخ؟ أنا أنت شكون باش يشد الصاروخ؟ رمزي رمزي علاش هو قال أنا؟ وأنت قلت لي رمزي ما نخليلوش الفرصة نقول نادي تختاروا الشدة نتاعكم تختاروا تعملوا كل شيء كيف ما تحب المهم ما يزمو الشدفة واللي بشي سايب رول هو اللي بشي يخسر يعني هكا وهكا حاضرين يلا اعطيونا تو فم صاروخ في النار زوز شد بالقديم نورمالمون تخيل شعل شعل ليه اي اي كيك من الكل ميل ميل باش يشعل ميل باش يشعل ما يطفيش شديتو دو فاسون يشعل الكل فاسيلمون سايي ميل باش ما يطفيش وربحنا وربحنا مزروبين انت شعلت برشا لهنا فاتك في التكنيك مازال يشعل الصاروخ انت غلطتك ما يدو هكا نرد في طلعت في الاخر كي توقف هكا نجم يطفاك انت الغلطه اللي شديتو هكا هذيك نورمالمون تدور شويه هكا باش وليت اكسبيرت وليت تنظر علينا تو يا ريت اوتوكا 15 ثانيه باش يمشيو لكم انتوما باش يكونوا عندكم 60 ثانيه باش تجاوبوا على الاسئله اسامه إكرام عندكم 45 ثانية أما توتي بوسيبل رينا برشا مرات كوبلويت عندهم أقل وقت وجابوا أكثر دي بون ريبونس ونورمالمون وإن شاء الله هكا ماشية معاكم إلى حد الآن إن شاء الله تقعد هكاكا وتوتي بوسيبل يلا نمشيو للإبخاف فينال لي كيستيون ريبونس تو سويت أسامة إكرام خلطنا للإبخاف فينال عندكم 45 ثانية أما كيف ما قلت لكم توتي بوسيبل باش نسألكم أسئلة أسامة باش نسألكم نقول لك إكرام تعرف أي ولا لا تقول لي جوست أي ولا لا كي تقول لي أي نجاوب غادي وين إكرام جاوب واضح؟ نجم تقول لي باس أي حاضرين؟ حاضرين 3 2 1 توب كرونو أسامة إكرام تعرف ولا لا شنو هي المناسبة اللي تفد منها؟ أي العرس تعرف ولا لون تليفونك اي انوار تعرف ولا اخر حاجه هبطتها على الفيسبوك اي تصويرته تصويرت ادم تصويرت ادم مور ريبونس تعرف ولا الحاجه اللي ديما لاهي بها في الدار اي ادم تعرف ولا الحاجه اللي ديما تاكلها في فطور الصباح اي قهوه غلط تعرف ولا الغناء اللي تاديها لها اي تسحر عينيك غلط تعرف ولا اسم عرفتك في الخدمه اي راضية بون ريبونس تعرف ولا الحاجة اللي تعملها بالزربة كي تقوم مخرف في الصباح؟ اي يلبس حوايجه صحيح تعرف ولا لون آخر صباط شريته؟ اي ابيض غال تعرف ولا مكان ولادة أمك؟ اي ما كانش ما سمعتش مكان ولادة أمه
باه 45 سكوند، في 45 سكوند قد جبنا من بو ريبونس، شنو هي المناسبة اللي تفد منها؟ أنت قلت العرس. خاطر ما نعرفش، ما نعرفش شنو في مخي. المناسبة اللي فد منها هي العيد الصغير. ممكن خاطر تبدا الدنيا كلها مسكرة، يبدا فما شوية كل. باه، لون تليفونه صحيح، نوار. آخر حاجة هبطها على الفيسبوك تصويرة آدم ولدكم، صحيح. الحاجة اللي ديما لاهي بها في الدار، ولدكم، صحيح. الحاجة اللي ديما ياكلها في فطور صباح، أنت قلت قهوة، القهوة ما تتاكلش كرام. أي والله ما قهوة تتشرب. شنو الحاجة اللي ديما ياكلها في فطور صباح؟ شنو تاكل في فطور صباح؟ بشكوت. بشكوت. والله ما نعرف. شنو والله ما نعرف؟ شنو والله ما نعرف؟ ما نعرفش والله ما نعرف. الغناية اللي يهديها لك. شنو الغناية اللي تهديها لي؟ حبيبتي سيدي شباكي. والله يا مام. فاتتك. فاتتني والله. اسم عارفة في الخدمة راضية، تحية لها. تخيل الحاجة اللي يعملها بالزربة كي يقوم في الصباح يلبس حويج وبالغيبونس. لون اخر صبات شريه مارون أخضر. أخضر. هذا هو. انت وين شريته لك؟ ومكان ولدت أمك وين؟ كيف؟ تونس. تونس. أنا سانك بون غيبونس، خمسة يتسمى به ان شاء الله. يسمى باهي. تو نشوفوا الكوبل اللي بعده قداش باش يعمل من بون ريبونس في دقيقه، مش في 45 ثانيه. نجربوا الكوبل اللي بعده تو 60 ثانيه دقيقه. الكوبل اللي تعاد قبلكم، مش باش نقول لكم واش عملوا واش ما عملوش. حاسوا من وجهه ما عملش حاجه باهي. من وجهه تقول انت ما عملش حاجه باهي. باهي يستفي الخير للروح. الحاجه الوحيده نجم نقولها لكم، ركزوا. حاضرين؟ إن شاء الله. قاعد قاعد متاع معلمية يا رمزي. نمستي. أما ما مشتش معاهم جماعة. خلي من عملية شخير. نزلوا كي خرج تتهلهم. لا 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 ولا لا. لا ولا لا. ديماري. ثلاثة، اثنين، واحد. رمزي. نادية تعرف ولا شنو المناسبة اللي تفد منها؟ اي عيد الميلاد. عيد ميلاد غلط. تعرف ولا لون تليفونك؟ اي لونه؟ اي اكحل ازرق. اكحل غلط. بوز كرونو. بوز كرونو. لا بروميير ريبونس ازرق. في بالي ازرق مش تربط. اكحل دونك غلط. 3 2 1. نادية تعرف ولا اخر حاجة هبطتها على الفيسبوك؟ لا. نزل تعرف ولا الحاجة اللي ديما لاهي بها في الدار؟ اي باس. تعرف ولا الحاجة اللي ديما تكره في فطور الصباح؟ اي زيت. زيت بون ريبونس. باهي. الغناية اللي تهديها لشريكتك، الغناية اللي تهديها لها؟ اي على بالي ولا انت داري شيرين؟ غلط. تعرف ولا اسم عرفك في الخدمة؟ تعرف. حتى حد؟ حتى حد بون ريبونس. تعرف ولا الحاجة اللي تعملها بالزربة كي تقوم في الصباح؟ نفطر. تعرف ولا لون آخر صباط شريته؟ إي أخضر. أخضر بون ريبونس. نرجعوا واش عندنا واش ما عندناش. المناسبة اللي تفد منها قلت لنا عيد ميلاد، هو قال لنا العيد الكبير. يمكن تعب. لون تليفونه؟ قلت أزرق. أكحل أزرق. من بعد قلت أزرق. الكاش أكحل والتليفون أزرق. قلت أكحل بعد ذكرت لي تليفون أزرق. أنا أفاليد ديما لا بخومير غيبونس اللي تقولها دوك لنا غلط. آخر حاجة هبطها على الفيسبوك ما تعرفش. ما الحاجة اللي ديما لاهي بها في الدار؟ بريكولاج. لحد الآن ما عندناش حتى بون غيبونس. الحاجة اللي ديما ياكلها في فطور الصباح؟ خبز وزيت. زيت أفاليد. بون غيبونس واحدة. الغناية اللي تهداها لشريك اخر مره حكينا ليلى لو باقي ليلى اخر غنيه ليلى لو باقي ليلى. اسم العارف الخدمه ما عندوش عارف بون ريبونس. الحاجه اللي يعملها بالزربه كيقوم مخر في الصباح سميها وحده. انت سميتها وحدك غلطت، قلت نفطر وهي يلزمك تقولي اي ولا ليه. لون اخر صبات شريته قلت اخضر وهو اخضر بون ريبونس. عندنا ثلاثه صحاح. بون ريبونس.
جيكيب اللي يقابلكم جابوا 5 بون ريبونس. برافو أسامة، برافو إكرام، رمزي مالوغوزمون. محليكم بالحق ما شاء الله عليكم، نتسمى بركدي خلطوا حتى الفينال ما كومش باش تروحوا يجيكم فارغة. ربحتوا ان شيك كادو قيمته 300 دينار من عند لو سونتر بولبيبا نايفر بيوتي لاونج. نتفرجوا مع بعضنا شنو هو لو سونتر بولبيبا نايفر بيوتي لاونج. نشوفوا ريزلتات او كيفاش دونك كيفاش ترى روحك على الموضوع؟ راك شعري ترى حلو في الرياض اتاكسيون فوالا ميرسي بوكو. فوالا دونك عندكم الشيك هذا قيمته 300 دينار. لازم تمشي تعملوا سوان سونتر بولبيبا نايفر. كي تحبوا تسلموا على شكون تحيوا شكون سلموا. بون تسلم هي وتروح من بعد نكمل انا. باهي اول حاجه ديديكاس للجماعه اللي عملوا لنا كاستينغ هيلا وشيفات توكل عليهم والليكيب الكل يعطيكم الصحه عادينا جو تحكم بالكدا بالكدا. نحب نسلم على عائلتي امي بابا اخواتي اصحابي عائله راجلي حماتي وحمويا ولوزاتي والناس اللي يحبونا الكل. ربي يفضلهم لكم الكل. وصحابي زاده وصحابي تحيه لهم. وصحابي عبير اميره نسري. ربي يفضلكم. سلامي علي حاضر معانا، سلامي علي شاغر مكانا، سلامي ان شاء الله يوصل سلامي اسامي ما لي بذكر اسامي. هكا برافو رمزي. رمزي ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. ناديه ميرسي بوكو بسلامة. باي باي شرفتنا بحضوركم. وحدكم وربي معاكم ربي يبقى عليكم الصدر. صدر إجابة حذية أسامة وإكرام وقايد وقايد باش ندوروا الغو ممكن شوية آخر باش تلقاو رواحكم رابحين كهرباء. أنتوما زادة اللي تفرجوا فينا في دياركم بقاو ثواني، في الثواني هذوما تنجموا تاخذوا تليفوناتكم تبعثوا ميساج في حرف ال 85 812. ميساج واحد ينجم يربحكم شويه اخر الكهرباء. هاي الكهرباء موجوده لهنا، الكهرباء هاي بحذايا، الكهرباء ذات تنجم تولي كهربتك زاده انت اللي تفرج فينا في دارك باس ام اس واحد. وسام اكرام خلطنا المومون اللي ممكن تستناو فيه اللي ممكن تمنيتوه وانتم جايين لهنا على خاطر جايين لهنا الاوبجيكتيف صحيح باش تفادلكوا وتضحكوا وتلعبوا صحيح. اما الكرب الكرب ما تكذبوش على بعضنا هذاك هو الاوبجيكتيف. مرجتني حياتي كامله على الكرب. حياتي كامله مرجتو على كرب. تحب على كرب تاخذ كرب. ممكن تروح من هنا كرب جديده ان شاء الله. ممكن غدوه يولي المشكله ماهيش الكهرباء ولا اما السياج بيبي نتاع ادم. ايوه ان شاء الله. وين باش ناخذوه السياج بيبي نتاع ادم؟ ان شاء الله. ممكن غدوه تبدا قاك تلوج من بلاصه لبلاصه على السياج بيبي نتاع ادم. ضحك ولعب عملتونا ريكور من اللي بدات ليميسيون هذيا
ما فما حتى كوبل خلط للفينال ب 340 نقطة. سي اون بروميير. برافو. متدخلة نتاعكم. متدخلة نتاعكم. من اللي دخلتوا من السكوندة الأولى. هاني نقولها لكم وهما باش يكونوا موافقين. ربحتوا الببليك، ربحتوا محبة الببليك من الدخلة الأولى. نتخيل ربحتوا زيد المحبة نتاع العباد اللي تتفرج في جار هالليلة الكل. محليكم متفاهمين صغار جون. بالحق ما نجموا نتمنوا لكم كان أحسن حاجة نجموا تربحوا علينا وهي هذه الكهرباء. نتخيل حكيتوا في الموضوع وقلتوا كان خلطنا باش ندوروا الغو شكون باش يدورها؟ هو وسام. هو مزهر أكثر في الدنيا؟ إي مزهر هو. مزهرين زوز. زوز مزهرين. زوز مزهرين. باهي. أما هو أكثر. هو أكثر. هو أكثر. أسامة قولك إن شاء الله ربي معاك. عايش. إكرام برا من الشيرة الأخرى. أسامة إجا بحذايا. الكهرباء هاي لهنا. الغو يلزمها دور دورتي. وإن شاء الله تقف في الكهرباء. إن شاء الله. وتروحوا فرحانين ربحين كهرباء. إن شاء الله. غدوة تبدأ أنت وإكرام وآدم. إن شاء الله. بيب 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 بيب. هذا شنو نتمناه لكم؟ إن شاء الله. حتى حاجة. حظ موفق. إن شاء الله. إن شاء الله ربي معاكم وقت ما تحب. أي وقت إيش؟ هاي بسم الله. بسم الله. يلا أسامة. يا ربي. الكهرباء جاية. الكهرباء باش ترجع باش تعمل دورة أخرى. الكهرباء جاية في الثنية. الكهرباء جاية في الثنية. تفوت الكهرباء الغو. الغو تفوت الكهرباء وتجيكم حاجة باهية على الأخر من أحسن قا بعد الكهرباء. أن كارني ديبان قيمته 10 ملايين. كارني ديبان قيمته 10 ملايين ليكم أنتوما. ألف مبروك. عشرة ملايين. بيه 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 والله. اخزرني كارني دي بان يذين. تخيلوا يكون كارني دي بان انت عادة اول ايبان اول حاجة بتتحط تخلو فيها فلوس كارني دي بان قيمته 10 ملايين. وسامة الف مبروك. فرحتلكم برشا برشا برشا. تسحقوا كل الخير. هذا يا راهو اجا اقول لكم احسن قا بعد اكبر مونطون بعد الكهرباء 10 ملايين باهيين برشا 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 برشا. جيتوا فرحتوا فدلكتوا عملتوا جو عملتوا لنا ريكور وروحتوا ب 10 ملايين. الف مبروك. كلام قاعد نشوف في عينيكم زغلة هكا بدموع زغلة بدموع دموع الفرحة. اي فرحانة على دموع الفرحة 10 ملايين يفردوا. قبيلة نتذكر قلت لنا كان تعمل في شوبينغ هكا تقول لك القطعة ولا كل قطعة يقول لك ما عنديش فلوس. قلت لنا الرخ الرخ خاطر ما توا نتخيل القطعة هذيك اللي تحكي عليها ينجم التجميع ياخذها لك. ألف مبروك. عايش كريم مرة أخرى. ولهنا أنتم اللي تتفرجوا فينا باش يخرج لكم توا اسم لو تيلي سبيكتاتور اللي يربح 10 ملايين. هو زاد ألف مبروك. بعث اس ام اس واحد في حرف آه ممكن يتكلف أقل من دينار والاس ام اس هذايا ربحوا 10 ملايين. ألف مبروك لكم أنتوما. ألف مبروك لك أنت اللي تفرج فينا في دارك وخيت روحك ربح 10 ملايين. فرحنا لكم برشا. أسامة كي تحب تسلم على شكون تحيي شكون سلم أمه. أوكي نحب نسلم على صاحبي أحمد في ألمانيا إن شاء الله ربي يجيبه على خير. نحب نسلم على أصحابي اللي يخدموا معايا الكل. نحب نسلم على دارنا أمي بابا ونسابي اللي في فرنسا وكلهم نحب نسلم عليهم. نحب نسلم على صاحبي نردو ومروان. نحب نسلم على جهاد الشيرني صاحبي على الأخر. وإن شاء الله ديما فرحانين. أنا زاد أصحابي هذوما. حاطينك على الأخر زاد. حيهم برشا بوسوهم برشا يا ربي يخليهم. وسفيان صاحبي زاد على الأخر. سفيان تحية ليك. خطيبته مريم. سفيان مريم ربي يفضلهم لكم. إكرام. أنا نبوس ولدي برشا برشا. الدومة. الدومة. قداش عمره؟ عام وخمسة شهور. عام وخمسة شهور. عام وخمسة شهور. بي بي بي. ويشطح على الأخر ولدي. والله. طلع البوه. بوه. إيه. ونسلم على أمي خاطر متعبتها معاه. إيه. وعلى حماتي.
وعلى صحابي ومريم اللي زقلمتني اكاهو. ربي يفضلهمكم ويكون فرحنا لكم برشا. عاشر من الف مبروك وسامه ولا بالحق. عايش كنيبه. فرحنا لكم من قلبي. عايشكم. ميرسي بوكو. الف مبروك مره اخرى. ونحن نتقابلوا نهار الجمعه الجاي في حلقه جديده من انتي والمجيره.